بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده معانا قرموط ما شاء الله، شايفين شكله؟ بسم الله ما شاء الله، حوالي 3 كيلو شايفينه، بس الكاميرا مش جايباه بوزنه الطبيعي زي ما انتم شايفين يا بنات ما شاء الله. عايزين النهارده ننضفه مع بعض، شايفين شكله؟ شايفين الكاميرا جايباه ازاي؟ ما شاء الله عليه، كبير قوي قوي يعني. احنا النهارده هنحاول ان احنا نذبحه ونسلخه مع بعض، لان في كام بنت سالتني قبل كده عايزه تعرف طريقه تنظيف القراميط. احنا طريقتنا هنا مختلفه عن اماكن تانية كتير، يعني في ناس شفتهم يعني على اليوتيوب بيعملوا القرموط بالجلد بتاعه، بس احنا عندنا هنا في الارياف لا، بنذبحه وبنسلخه وبنقطعه وبننقعه زي اللحمه الحمراء، ننزل الدم بتاع القرموط وبعد كده نطبخه عادي. تابعوا معايا الفيديو حبايبي وان شاء الله هتعجبكم طريقه تنظيفنا وهتجربوها باذن الله. ده القرموط يا بنات، انا مسكته ودبحته عشان اليوتيوب بيمنع الدبيح وكده، فانا دبحته بعيد عن الكاميرا زي ما انتم شايفين، مسكته معايا كهنه قطن زي ما انتم شايفين كده، مسكته عشان تعرفي تمسكيه لازم تكون معاكي شايفين، لازم تكون كهنه قطن معاك عشان تعرفي تمسكيه. هنمسكه كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، وهنيجي للعظمه اللي هي بتاعه الظهر وهنبتدي نجزلها كده ونقطعها زي ما انتم شايفين يا حبايبي، ونفس القصه العظمه برضو اللي في البطن، وهنمسك طرف الجلد كده ونبتدي نشده. شايفين يا بنات؟ بسم الله ما شاء الله اتنضف معاكي في ساعتها، شايفين ما شاء الله. اهم حاجه تشيل العظمه اللي في البطن زي ما انتم شايفين كده واحنا بنقطعها، والعظمه اللي في الظهر، وبعد كده تمسكي الجلده من الطرف وتشد على طول، الجلده هتلاقيها طلعت منك بسهوله. ده البطروخ يا بنات اللي في قلبه زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، ما شاء الله قلبه كله دهن وسمين، شايفينه؟ بسم الله ما شاء الله زي الفل وطازه. اهم حاجه القرموط يكون صاحي يا بنات زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، دي طريقتنا في التنظيف. بسم الله ما شاء الله، شايفينه؟ ما شاء الله بقى معانا زي الفل اهو، زي اللحمه الحمراء شايفينه. غسلت كويس جدا ونضفته برده قدامها وجزلته زي ما انتم شايفين يا حبايبي، ونقعته في ميه اهون، شايفين الميه بتاعته ما شاء الله الدم فيها ازاي زي اللحمه الحمراء على طول. بعد كده اطلعه من الميه واغسله برده كويس جدا، وبعد كده استخدمه بقى زي ما انا عايزاه، اعمله صينيه عادي، اعمله صياديه ورز صياديه برضو، احنا عملناه قبل كده مع بعض صياديه وعملنا الرز الصياديه برضو، سهل وبسيط جدا وان شاء الله تجربوه يا حبايب قلبي. البنات اللي بقى سالتني على حكايه تنظيف القراميط دي، طريقتنا في التنظيف طريقه سهله وبسيطه جدا وان شاء الله هتعجبكم، والموضوع بسيط جدا جدا زي ما قلتلكوا يا بنات. اهم حاجه القرموط يكون صاحي معاكي وتذبحي عادي، وبعد كده تشيل العظمه بتاع البطن والعظمه بتاع الظهر وتمسكي بكهنه قرن، وبعد كده امسكي طرف الجلده بتاع القرموط وشدي، هتلاقي اتسلخت معاكي ما في اقل من دقيقه. الموضوع مش سهل مش صعب خالص بالله العظيم، يعني ما اخد مني دقيقه ما شاء الله، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله معانا بقى زي الفل اهو، ما اخدش مننا وقت ولا مجهود، وده كان تنظيف القرموط شايفينه ما شاء الله، بقى زي الفل معانا هو، سهل وبسيط. وده الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو بسيط كده قلت اطلع عشان كم واحده سالتني قبل كده يعني من فتره، فاما جالي بقى القرموط قلت اعمل لكم النهارده نعمله مع بعض. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش بقى في اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوا القناه اضغطوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.